أقرأ ندى والسلحفاة. رأت ندى الصغيرة سلحفاة على رمال الشاطئ تتحرك أمامها بقوقعتها، فصاحت: ماما ماما، أريد أخذ هذه السلحفاة معنا. دنت ندى من السلحفاة وقالت لها: مرحبا سليحفة، هل تريدين أن تذهبي معنا إلى بيتنا؟ ستحزن أمي إن ذهبت معك إلى بيتكم، وهل لك عائلة مثلي؟ أجل، لي عائلة مثلك، ابقي إذن على الشاطئ مع عائلتك. ونادت الأم: هيا يا عزيزتي ندى، أبوك وأخوك وجدتك ينتظروننا.